صباح الخير. صباح الخير غادة. اليوم عارفين انه بدنا نحكي عن الاولاد وخصوصا الاكل يلي بيكون بالمدارس، لانه ما في كنترول الا هن شو عبالهم ياكلوا، شو هن بدهم يشتروا. وبيبقى بالمدرسه شو رح تقدم. غادة اليوم بدي رحب بضيوفنا مايا قزح كريم وميراي حريز من مدرسة البزنسون بعبدة، يلي عم كانوا معنا مبلشين بمشروع أجيال سليمة من سنة 2010-2011 تقريبا ومكملين. أنا سبق وحكيت عن مشروع أجيال سليمة بحلقات سابقة، وكمان الأسبوع الماضي حكيت عن هالشراكة المميزة اللي هي بين الجامعة الأمريكية ببيروت اللي طورت مواد هالمشروع بالاشتراك مع طبعا الوزارة، وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان وشركة نسلة. ومشروع أجيال سليمة بطل بس بلبنان، أخذني لبرات لبنان، طبعا هو الأساس لبنان، المدارس الرسمية كلها بلبنان، بعض المدارس الخاصة هلأ رح نحكي، وطبعا صرنا بالإمارات، بالأردن، بفلسطين هالسنة، وإن شاء الله بعد بلدان أكثر. بدنا أنه يطلع عنا أجيال سليمة. ومشروع أجيال سليمة هو بيرتكز طبعا على ثلاث مكونات بس لنسكر بس سرعة. طبعا الأنشطة اللي بتطبق بالصف لحتى نعلم الأولاد ونعطيهم المهارات لحتى يغيروا بعاداتهم الغذائية وطبعا الرياضة. عندك الأهل اللي هنا لازم يكونوا كمان شركاء مع المدرسة وقدك كان، ما هيك مايا؟ مايا برحب فيك لأنه أنت من بدنا نسميهم ركائز الباز للمشروع. وليش أنا عم بركز أكثر غدا على المدارس الخاصة؟ لأن بالمدارس الرسمية صار في قرار والوزارة تبنت مشروع أجيال سليمة وهلأ ملزم ومدرج بكل المدارس الرسمية، بينما بالمدارس الخاصة كل مدرسة لحالها أكيد هي الشغل لحالها. ومايا المثل يعني مدرسة البزنسون مش مايا لحالها أكيد، مدرسة البزنسون من المدارس اللي هي بلشوا معنا من الأول، يعني نحن المشروع بلش نزلنا نحن على المدارس، صبايا اختصاصيين تغذية نزلوا على المدرسة ونفذوا المشروع بالصفوف. السنوات اللي اجت بعدين اللاحقة تبنت المدرسة المشروع منها لحالها، وما راح تخبرنا كيف صار تبني هالمشروع، خاصة انه بعرف ان حضرتك الممرضة وعندك كثير اشغال غير مشروع أجيال سليمة. مزبوط مدام كارلا، نحن الغذاء السليم هو مشروع تربوي بالمدرسة. أوكي. يعني كل مشروع تربوي بدك تخططيله ونوضع خطة تنظيمية لحتى أكيد نوصل للأهداف اللي نحن وضعينها. من الأهداف هو تغيير بسلوكيات الطلاب وطبعا بدكان المدرسة اللي كنت اللي رح نحكي عنه أكثر. وقت اللي حضرتكم أجيال سليمة يعني المشروع فريق العمل كان كتير مناسبنا. نحن كنا بدنا نلاقي الطريقة لنوصل للولاد، كيف ممكن هالولد هالطالب عنا يغير هالعادات؟ مش سهل. فكنا عم نشتغل بطريقة الأنشطة، كانوا من خلال الأكتيفيتي اللي هن كتير سهلين وكتير حلوين ينطرون الأولاد ونشتغل نوصل الفكرة. بيمرق صور كمان. صحيح. نوصل الفكرة. بداية المشروع كان جديد بالمدرسة والمفهوم كان شوي إذا بدك مش متداول الغذاء السليم. صحيح. فكان شوي في صعوبة إنه الولد عم تجيبي له هيك شيء جديد وكان بعده مش مدمجة بالدروس الصفية. صحيح. حالياً تغير، صار تقريبا بدروس الصفيه يعني، واكثر شيء بالسيانس بيشتغلوا اليمنتاسيون سان بيعطون اياها للاولاد، فكان الامور شوي مش صعبه. بعدين تدريجيا صرنا نلاقي هالولاد ناطرين الاكتيفيتي كل سيانس بينطروها ومتحمسين انه شو بدنا نجيب اليوم، شو بدنا نحضر فطور صحي. وكثير متداول. ومايا هلا انت قلتي انه كان في صعوبات وقبل ما كان مدرج ضمن الدروس الصفيه، الحصص الصفيه، كيف وصلتوا بالمدرسة مع الإدارة أنه هالمشروع ما يكون عبء على البروجرام وعلى المعلمين وعلى الطاقم كله، طاقم المدرسين بالمدرسة؟ مزبوط. هو من أولوياتنا بالمدرسة الطالب، يعني بس نهتم بصحته بغذائه، ف
من الضروري نهتم بغذائه ونشتغل على هالموضوع توعية على العادات الصحية الغذائية. صحيح. يعني هيدا الشيء ما كان بده تقنعي حدا يعني مشروع رجاء مقتنعين فيه. هلا اندمجت الدروس لانه عم نشتغل ار دو في مع الطلاب عم نشوف كيف فينا نحسن كيف فينا نطلع اجيال للمستقبل مثل ما بنشتغل اجيال سليمه. اوكي يعني ما يعني ما لقيت صعوبه انه تقنعي الاكيب الاداره لا يمكن بس الاكيب انه لان عاده اللي عم نواجهه انه ما في وقت هيدا مشروع اضافي ما عم نلحق في مشاريع كثيره بالمدرسه كيف بدنا ندخل مشروع ثاني وانشطه جديده كمان. هلا ما بخفى عليك يعني بده يكون في حدا مسؤول او عم يشتغل المشروع بجديه لانه كامش مثل ماي كامش المشروع ومن هون ورايح بتصير يدرج يعني احنا بساعه العربي فينا نعطي فطور صحي اوكي بساعه السيانس فينا نمرق غير شيء بساعه السبور عم نمرق اكتيفيتي سبورتيف مع البيانفي تبعولا اوكي منهم صعبين بندمجهم مع كل ديسيبلين اذا بدك بالمدرسه توصل الفكره. وهلا انت بالانشطه عم بيساعدوك بالمدرسه يعني مش انت عم بتنفذ كل شيء مش كل شيء بس في اشياء اكيد لازم تتنفس بينبسطوا انه يشوفوا انه الان في ميار عم تعطيهم مانجي ساين غير عن المعلمه او الاستاذ انه بينبسطوا حدا انترفيونا هيك مش بيشوفوك اليوم بيعطيهم هيك اشياء بس اكيد هي كمان عم نوزع هالمشروع مش انه يعني حتى كلكم تلاحظوا مزبوط. وهون انا بيجي سؤالي للمكون الثاني هو الاهل عم بيتعاونوا معكم الاهل لجنه الاهل شو عم بيصير بهالمشروع لان احنا ما فينا نشتغل لحالنا مع الاولاد بدهم يساعدونا بالبيت اكيد الاهل ركن اساسي لانجاح المشروع يعني اذا بدي احكي بالعناصر من طلاب اداره اساتذه الاهل هن اللي بيكملوا لانه اذا بالبيت ما مشي المشروع كمان عم نناقض 100% يعني نحن فينا نقدم 50% بين توعيه وبوتيك وكانتين وايفنتس بالمدرسه ال 50 البقيه على الاهل اللي هن لازم اكيد يساعدونا نحن عم نعمل اويرنس كامبين للاهل عم نشاركهم بالنشاطات اللي بنعملها يعني في ايفنتس هلا ما بعرف اذا بيمرقوا بتشوفي انه كل نشاط عم نعمله عم بيكونوا الاهل مشاركين وعم يعرفوا فيه كان من الطالب او عبر السيت او عبر الفيسبوك يعني الاهل اوكورا وعم نعمل اكيد لقاءات توعيه لحتى يعرفوا نظرا لزياده الوزن المخيفه اللي هلا حاليا عم بتزيد كثير بالشرق الاوسط وبالمنطقه. حكيت هلا عن البوتيك او عن الدكان وهون طبعا بدنا نرحب بميراي. ميراي فهمت انه انضمت للمدرسه هالسنه خبرونا كيف عم بيصير التعاون لانه ايضا مشروع الدكان بالمدرسه مشروع واكثر المشاكل بتجي من والدكان المدرسه يعني اشياء طيبه صحيح هلا بتبقى اذا عم بتحلوني او لا 100% مثل ما كانت عم تحكي مايا التغيير اللي صار بهول السنتين خصوصا هيدي السنه ما كان بس مقتصر على البارتي فيزيك تبع البوتيك يعني تغير من جوا او عمرنا بوتيك جديده او حسنا الوضع كان القرار اكثر انه يكون التغيير على صعيد شو بينباع او المنيو الموجوده بقلب البوتيك لانه دائما مثل ما قالت انه اليوم بس نحكي بوتيك يعني تشيبس يعني منقوشه على كل فرصه يعني بدي غني شحال اكزاكتومون شوكولا مظبوط صار يعني هيك مظبوط هلا شوي قطع هلا شوي قطع صور عن القصص عم نعملها السنه نحن اللي حاولنا نعمله انه نخلق الترناتيف لهول القصص يلي مخلي الولد ما بقى عنده حجه يقول ما في شيء صحي تاكله ان اليوم بدل ما تاكل شيب ما في شيء طيب اكزاكتلي بدل ما تاكل شيب صار فيك تاكل جزر مقطع مع ملح وحامض بدل ما تاكل شيبس فيك تاكل ترمس يلي هو كثير صحي البوب كورن هو صحي اذا انعمل بكميه زيت قليله دونك نحن كان الشق التنفيذي اذا بدكم لهذا المشروع حتى الاكل مش كل يوم اضطر ياكل منقوشه او ياكل تارتين حتى صار في ياكل بساندويتش بخبز اسمر بسلات كمان هيدا رح نفوت بالتفاصيل لان كمان السؤال انه او اذا بدي اقول لك العقبات عند الاشخاص اللي بيهتموا بالدكان انه الولد رح يرفض يشتري ساندويتش او باجيت من قمح كامل او خبز يعتبرها مش طيبه او مش طيبه او ما رح احط سلاد بس الولد ما عم بيشتري سلاد يعني هيدول هل عم بتواجهون هالامور؟ اكيد اول فتره اكيد بس اللي بحب اقوله انه الباز بلشت من المدرسه ومن الاداره ومن البارتي اللي حكيت عنها مايا يعني هن وصلوا لعنا اذا بدك
محضرين انه اوكي فسرتوا لنا اعطونا الترناتيف نحن كون كان دورنا انه نخلق لهم اكزاكتلي يعني لما تقول بدك بدي شيء غير منقوشه او بدي شيء موجود لا يعني هو السؤال انه طبعا نحن مع اصحاب او الاشخاص المسؤولين على الدكان بدنا اياهم كمان يردوا صح مردود ويعيشوا بالنهايه ليك هلا بالنتيجه انا يعني هيك وجهه نظري من الاولاد بعتقد انه اول فتره انه لا وهيك بس بعدين بدهم ياكلوا اول شيء بدهم ياكلوا مجبورين مو بيصلوا على عمر ببطلوا يجيبوا الترتين من البيت لانه هن بس كبار وبدهم يشتروا الى اخره فخلص بفوتوا بالهيدا بالجو بعتقد يعني هيك اللي بيصير هن بيجوا بيسمعوا الدرس عنا يعني شو مخبرتهم مايا بيصلوا بيطلع على الاكسباير ديتس بده يعني تكون محضرتهم 100% حتى قصص كثير يعني جودورانج فري مثلا بينطروا صاروا بيطلبوا 100% لانه هل بيطلبوا منكم الاشياء اللي نحن بنسميها أطعمة نقلل منها أو إشياء ما لازم نأكل منها صراحة كتير. أكيد نحن مش لغينا 100% أكيد بتطلبوها ونحن مش هيك مش لغينا بنعملها مرة واحدة بالجمعة أوكي. بس كمان دو فاسون قد ما فينا تكون صحية يعني اليوم نحن مثلا بس نعمل لهم ساندويش طاووق هذا الطاووق بيكون مشوي بيكون أوكي. معمول من سفين دجاج ما بخبي عليكم بس نهار بالجمعة بنسمح لهم نعمل لهم بطاطا مقلية اللي هو نهار الأكتيفيتي لا ما اللي هو نهار الجمعة واللي بينطروا يعني اليوم ما فينا نعمل خليها كلها مرة بالجمعة أكيد لهو أصلاً بالمشروع كله كأجيال سليمة ما في كلمة ممنوع ما صح أنه نقلل من القصص المش صحية هيدا اللي بنحكي وكمان بالنهاية يعني رح أسألك بالأول لك ميراي بعدين مايا ما بعرف سؤال يمكن شوي هيك شخصي أو دقيق هل أنت كشخص مسؤول عن بوتيك أو دكان بالمدرسة بتحس أنه النقل للأشياء الصحية خففت المردود حطت عبء على على المانجمنت او على الاداره بالدكان هلا اليوم اذا بدنا ناخذ هيك بدي جاوبك دغري بدي اقول لك انه اكيد احيانا اللي انا كنت عم بحط قصص مش صحيه واكيد احيانا اللي ما عندها تشيبس او حيلا شيء ممكن ما يكون ما يخرب ثاني يوم اكزاكتلي بس انه اليوم اذا في اراده بعتقد وتعودوا هول الاولاد لا بالعكس بيكون المردود افضل وفينا نحضر قد ما هن بيطلبوا فينا ما نكب فينا ننتبه يعني هو القصص اذا بدك اكثر لوجيستيك نحن بنسقها بين بعضنا بطريقه انه بده يكون عندنا شويه يعني فولونتي انه على المدى الطويل حيكون في مردود يعني اوكي شويه وقت بيمشي الحال اوكي ومايا انت اللي اسال لك من الاول يعني صح. انت حتى مرقتي بالدكان اداره الدكان اللي كانت ما مناسبها المشروع وتركت المدرسه لحد هلا انه شو فيك تعطي نصيحه لان صار عندك انت تجربه كبيره بهالمشروع 5 سنين يعني فمرقتي بكل الصعوبات شو فيك تعطي نصيحه اليوم للاشخاص اللي عم بيسمعونا واللي هن مثلك بمسؤولين بمدرسه ومسؤولين عن صحه اجيال نحن مدام كارلا وقت وصلنا استلمنا المشروع كان البوتيك مأجر لأشخاص برات المدرسة وقت طلبنا نشيل منهم الأصناف يعني عم بدق بربحهم اللي هو أهم شيء يعني شريك عنده ربح يعني مش رح يناسبه أبدا الموضوع بس القرار بده يكون في قرار وقت يتاخد القرار بدك تشتغل عليه ونحن أوريدي عم ننفذ هدف لمشروع معين يعني القرار بده يتنفذ تدريجيا المدرسة قدرت تاخد البوتيك وصرنا نحط الأصناف اللي مناسبة المعايير بس بشكل أسبوعي ما مش بشكل يومي مثل ما هلا موجود باراليل عم نعمل توعية عم نعمل لقاءات للأهل يعني كل العناصر اللي بتخلي انه التلميذ ممكن يغير عادات الغذائية موجودة صار عندنا كلتور بالمدرسة صار هيدي ثقافة المدرسة يعني إذا لقوا شيء بالبوتيك ميراي بأكد لي غريب عجيب صاروا عند الطلاب كثير لك مايا لا ميراي من مدرسة البزنسون بعبدة ونوجه تحية كبيرة للأكيب بالمدرسة ولا سلمادي كمان منوصل لها تحية كبيرة مرسي يعطيكم ألف عافية أهلا وسهلا رح ناخد بريك خليكم معنا نرجع من بعد أكيد نتابع فقراتنا لك